السلام عليكم. اليوم احنا في مدارس الوطن العربي بدنا نعطي مادة جغرافيا صف ثامن الفصل الثاني، الدرس مصادر الطاقة. بداية رح نتعرف على سبب استخدام الإنسان للطاقة. الطاقة بيستخدمها الإنسان وبيستطيع أن يحولها من مادة خام إلى مادة مصنعة، مثل البترول. البترول هو عبارة عن مادة خام بيتم تحويلها إلى مادة البنزين اللي بيتم استخدامها في تشغيل السيارات. هلأ مصادر الطاقة أو الطاقة بشكل عام مرت في عدة مراحل. مراحل استخدامها هي الطاقة العضلية، وهي أول مرحلة اعتمد فيها الإنسان عليها. ثانياً النار. النار تم اكتشافها واستخدامها في التدفئة والطهي. ثم الفحم الحجري. الفحم الحجري كان اكتشافه هو انطلاقة للثورة الصناعية، وكان في تطور العديد من الدول فيه إنتاج الطاقة بأنواعها المختلفة. طاقة المياه وطاقة الرياح، وهي رابع وخامس مرحلة من مراحل استخدام الطاقة، بتم استخدامهم لتوليد الكهرباء من تلك الطاقة الطبيعية. لكن النفط يستخدم حاليا في العديد من الدول، بتم توليد الطاقة الكهربائية من خلاله. الطاقة النووية هي أحدث أنواع الطاقة حاليا يتم استخدامها لاستخراج الطاقة الكهربائية. ثانياً رح نأخذ ثانياً في درسنا لليوم أنواع مصادر الطاقة. عندنا مصادر المتجددة ومصادر غير متجددة. المصادر المتجددة هي التي تتجدد باستمرار رغم استخدام الإنسان لها، تحافظ على نظافة البيئة. من الأمثلة على هاي المصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ماذا يعني كلفة؟ قلة تكلفتها بعد التشغيل. مثلا استخدامنا للطاقة الشمسية في مجال المنزلي، في بدايتنا لاستخدام الطاقة الشمسية بيكون باهظ الثمن، لكن ما بعد استخدامها يتم التقليل من تلك التكلفة. المصادر الغير متجددة هي المصادر التي تنفذ بسبب استنزاف الإنسان لها ولا تتجدد من بعد ذلك، بتؤدي إلى تلوث البيئة من خلال أنه إحنا نعرف أن النفط هو من المصادر الغير متجددة، فبينتج عن الثورة الصناعية العديد من غاز ثاني أكسيد الكربون، فبالتالي بيأثر على الغلاف الجوي. كل فعالية للاستخدام. من الأمثلة عندنا النفط والفحم بالفحم الحجري. من أهم ثالثاً وأخيراً من عناوين درسنا اليوم هو أهم مصادر الطاقة. بداية النفط. لماذا يعد النفط من أهم مصادر الطاقة؟ لعدة أسباب. واحد، أنه يتميز بسهولة نقله. اثنين، انخفاض تكلفة الإنتاج. ثلاث، دخوله كمادة خام في الكثير من الصناعات. من هاي الصناعات مثلا البنزين، الغاز، السولر والبلاستيك. الغاز الطبيعي هو يعد أيضا من أهم مصادر الطاقة، حيث يقدر مخزون الأردن من الغاز الطبيعي ما بين 150 إلى 400 مليار متر مكعب. ثالثا هو الصخر الزيتي. الصخر الزيتي الأردن ممتلئ أو مليء بالصخر الزيتي، بيتم استخراجه ويتم استخدامه حاليا لإنتاج النفط، ويقدر مخزون الأردن من الصخر الزيتي ما يقارب 40 مليار طن. الطاقة الكهربائية. الطاقة الكهربائية هي طاقة يتم استخراج الكهرباء من طاقة المياه. وأين توجد هاي؟ في الدول التي يوجد فيها أنهار، شلالات أنهار كبيرة ضخمة مثل نهر الأمازون، بتم وضع بطارية لتجميع شحنات الكهرباء الصادرة من قوة دفع الماء. طاقة الرياح وهي الخامسة، هي عبارة عن تروبينات بتم تركيبها في مناطق مرتفعة حيث يتم تواجد الرياح فيها. من مثال عندنا في الأردن مرتفعات جبلية في عجلان والطفيلة. وأخيرا هي الطاقة الشمسية. بتم أن الطاقة الشمسية هي عبارة عن تزويدنا من خلال الشمس بالضوء والحرارة، وبتم استخدامها في المجال المنزلي من خلال خزانات شمسية أو اللي هي الخلايا الشمسية بتوليدنا للكهرباء في ساعات الليل من خلال تخزين شحنات كهربائية أو شحنات طاقة شمسية في خلال ساعات النهار. ويعطيكم العافية وأتمنى أن